أنا بستوحي فني أكتر شيء من النزاع والشغف اللي أنا بحمله جواتي. هذا الشيء إجا من المجتمع اللي أنا عايشة فيه، كونه أنا بنتمي لتو ناشوناليتيز يعني لبنان وفلسطين، فهذا الشيء بيخليك تحسي بتو كونفليكتس. بحب أعبر عن هالفئة من العالم، عن هواجسها، مخاوفها. كثير بحب استعمل الابيض والاسود لانه مأثره بالصور القديمه اللي بتتعلق بعائلتي. كل لوحاتي بألفهم اول شيء ديجيتال على الفوتوشوب، بجمع صور اشياء فيجوال. انا بعبر بشكل اول شيء مطلق عن اللوحه من بعيد، بعدين بفوت على الديتيلز. فبهمني اكيد تكون لوحه كثير كبيره لحتى تشوفيها عن بعيد، تشوفي الفيجر مزبوط، ولما تقربي تشوفي ديتيلز كثير مهمين. أنا عايشة كرمال هيدا الشيء، هو شغف بالنسبة لإلي. فبلا الرسم كتير صعبة، يعني through art you are alive.